يقول: إذا كنت أعلم عن مريض وأعرف راقيا يرقي بكتاب الله، فهل لي أن أتصل على هذا المريض ثم أذهب به إلى الراقي وأكون محسنا في ذلك؟ نعم. لا أنا قلنا لكم الرقية ما هي بحرام، طلب الرقية ما هو حرام، لكن تركه أحسن، لا ما هو بحرام. وإذا رأيت إنسان مضطر ومحتاج إلى الرقية أحسن إليه بأن ترقيه أو تذهب به إلى الراقي. نعم.